اهلا بحضراتكم، لكم التحيه. وسينا، سينا مفتاح موقع مصر العبقري في قلب العالم بقاراته وحضاراته. سينا احتضنت الانبياء والديانات. سينا ليها مكانه خاصه ومتميزه في قلب كل مصري. خليني كده ارجع بحضراتكم شويه واقول لحضراتكم ابرز المشروعات التنمويه اللي حصلت في سينا في التسعينيات. التسعينيات حصلت مشروعات ولم تستكمل بعد، زي مشروع شرق التفريعة والمنطقة الصناعية، زي مشروع الاستصلاح الزراعي لتنمية سينا. دي مشروعات بدأت، كانت البداية في التسعينيات ومتمش إنها تكتمل، يعني لم تستكمل بعد. في كمان كان استطلاع رأي حصل في 2010 عن أبرز مشاكل أهالي سينا، كانوا متضايقين من إيه وكانوا بيعانوا من إيه. استطلاعات دي كانت النتائج بتاعتها كالآتي: إنه 63% كانوا بيشتكوا من مشاكل مياه، 49 اشتكوا من عدم وجود مواصلات. معنى عدم وجود مواصلات أيضا إن مفيش طرق ولا في محاور. 45% اشتكوا من عدم وجود خدمات صحية، و25 اشتكوا من التعليم، 21% اشتكوا من أزمة الكهرباء. إذن أنت بتتكلم في مشاكل كتيرة بنسب كبيرة كانت موجودة نتيجة استطلاع رأي في 2010. ده غير تحديات بقى الإضافية الكبيرة اللي واجهت سينا من 2011، يعني بخلاف التنمية وجدت أيضا كان في تحديات تاني، وأعتقد أنه إن لم يكن كلنا فاكرينها فيعني ما أعتقدش أن في حد ممكن يكون نسيها. محدش ممكن ينسى العمليات الإرهابية وتفجير خطوط الغاز والهجوم والإرهاب اللي حصل على مسجد الروضة في 2017، وأيضا كان سقوط طائرة روسية زي ما حضراتكم عارفين، وده كان في 2015. وده ملخص سريع بقوله لحضراتكم، ده كان حال سينا قبل كده. النهاردة الوضع إيه؟ النهاردة الوضع اختلف، لأنه سينا أصبحت في قلب التنمية. النهاردة سيادة الرئيس السيسي شهد فعاليات تفقد اصطفاف المعدات المشاركة في خطة تنمية سينا. اللي حصل بعد ما نلخصت لحضراتكم سينا كانت عاملة ازاي واصبحت الان، ايه اللي حاصل في سينا وايه التنمية اللي اتحققت على ارض الواقع. خد بالك لما بنقول تنمية اتحققت على ارض الواقع تحديدا في سينا من 2014 لحد دلوقتي. خليني ارحب على التليفون بمهندس ناجي ابراهيم، رئيس جهاز تعمير شمال وجنوب سينا. باش مهندس ناجي، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا بك يا فندم. انا استعرضت سريعا وبشكل ملخص حال سينا قبل 2014. ماذا تحقق في سينا على ارض الواقع؟ سينا يا فندم بعد 2014 فعلا امتدت ليها يد التنمية في كل مكان. سينا قبل 2014 زي ما حضرتك قلتي، والمعاناة اللي عاناها أهالينا في سينا من الإرهاب ومن أيضا قلة الطرق فيها وقلة المواصلات فيها والمعاناة اللي كان بيعانيها أهالينا في سينا والتهميش اللي كانوا فيه، ولكن بعد 2014 فعلا سينا بقت في البؤرة من القيادة السياسية، حيث تم وضع تنميتها أولوية أولى كبعد الأمن القومي، حيث أن ملء الفراغ الجغرافي كانت رؤية القيادة السياسية أن لازم أحمي سينا بتنميتها وليس بمحاربة الإرهاب فقط. فكان الجيش والشرطة والمواطنين الشرفاء من أهالينا في سينا اللي بيعشقوا البلد وبيحبوها وبيعشقوا ترابها كانوا يدا بيد في حربهم ضد الإرهاب اللي ابتليت به سينا بعد 2011، ولكن إن شاء الله ده طبعا كان يهدف الإرهاب إلى تعويق القيادة السياسية والدولة إن هي تعمر سينا وترجع سينا
طاهره وترجع سيناء جاهزه للتنميه والتعمير. يعني كنا بنشتغل على محورين تقصد باشمهندس ناجي، تمام محور مواجهه الارهاب، وده الدور اللي كان بتقوم بيه قواتنا المسلحه والشرطه المصريه، بالتوازي كان بيحصل تنميه على ارض في سيناء جميع المجالات عكس ما كان بيرجو الارهابيين والتكفيريين. نعم. وكان هم قاصدين ان هو يغل يد الدوله عن سيطرتها عن هذه البقعه الطاهره من الارض من ارض مصر. ولكن التنميه امتدت في كل المجالات، امتدت حضرتك بدايه من شرخ القناه من الانفاق اللي افتتحت في الريس حوالي 6 انفاق غير الكبر وغير المعديات، وذلك لسهوله. كان طبعا في تكدس قبل كده والناس بتقعد على المعديات وعلى الانفاق على المعديه والكوبري اكثر من 7 ساعات و6 ساعات، فلو كان في قطار بيبوظ، لو كان في تعطيل لمصالح الناس، تعطيل للمصالح اللي رايح المستشفى، اللي رايح تعليم، اللي رايح كذا. ولكن نعم. بعد فتح هذه المعابر وهذه المنافذ سهلت المرور من والى سيناء، فربطتها اكثر الوطن الام بمصر والمحافظات الاخرى. نمره 2 كمان سهلت دخول الخامات، سهلت دخول المعدات، سهلت دخول الافراد، فتحت افاق كبيره للتنميه في سيناء. فبدات التنميه على شرق القناه من بدايه الاسماعيليه الجديده، وشفنا النهارده المشروعات الاسكان اللي هي الاسماعيليه الجديده، ايضا نعم. المدينه المليونيه اللي في شارع بورسعيد اللي في قريه رمانه السكنيه، مدن سكنيه، مدينه مليونيه، يعني دي ليها طبع خاص باشمهندس ناجي مش كده؟ نعم يا فندم، ليها طبع خاص طبعا. يعني الاسكان في سيناء يا فندم كان دايما بيراعي الطابع القبلي والطابع البدوي والطابع اللي هو اهالينا في سيناء اللي بيحبوه. فالمنازل البدويه بتبقى منزل بدوي مستقل غير متلاصق، ايضا فيه الحوش اللي تقدر ست البيت اللي بيناسب الطبيعه والحياه الاجتماعيه بتاعت اهالينا في سيناء. ايضا العمارات عشان ايضا يحدث تمازج والاندماج بين اهالينا في المحافظات الاخرى واهالينا في سيناء. ان سياده الرئيس بيهدف والقياده السياسيه بتهدف لملء الفراغ الجغرافي زي ما قلت لحضرتك بحوالي 3.5 مليون نسمه. أي. طبعا عشان تكون جاذبه لازم يتم فيها ان انا اجهز فيها اجهز التنمية الارض دي. لجذب هذه هؤلاء الناس. التنميه الزراعيه والتنميه الصناعيه. كان في مشاكل في الميه كمان باشمهندس، وكان انا اقول لحضرتك الميه كانت المجمعات الصناعيه ما كانتش موجوده، التجمعات الزراعيه مش موجوده، لا الصناعيه كمان والتجمعات الصناعيه. نعم. ايضا فبدات النهارده الميه تحل مشاكلها بمحطات التحليه العملاقه اللي تم اقامتها في شمال سيناء. ايضا شمال سيناء النهارده فيها محطه عملاقه 300,000 متر مكعب يوم ديت عشان توصل واشتغل منها المرحله الاولى ب 100,000 متر مكعب يوم، وديت عشان غزه دلوقتي خضت على مشكله الميه في مدينه العريش. ايضا بعد ما تشتغل المرحلتين الثانيتين باذن الله اللي هي 200 الثانيين عشان تصل الى 300,000 متر مكعب يوم، هيتم توصيل الميه بالكامل الى كل الست مراكز لمحافظه شمال سيناء اللي هي بئر العبد والعريش ورفح والشيخ زويد وايضا الحسنه ونخل. المواطن السيناوي باشمهندس ناجي حس بالطفره اللي حصلت في حياته بتقديم كل هذه الخدمات والتنميه؟ تمام يا فندم، كل هذه الخدمات بتصب في مصلحه المواطن السيناوي، لان المواطن السيناوي سهلت ليه العبور والذهاب والعوده من والى سيناء عشان يقضي مصالحه لو سواء التعليميه او غيره، وايضا التعليم ايضا جاله لحد سيناء، فاصبح فيه الجامعات الاهليه والجامعه الحكوميه والجامعات الخاصه والمعاهد الخاصه ايضا، فاصبح النهارده جامعه العريش طفره في مجال التعليم، طفره كبيره فيها اكثر من 18 كليه دلوقتي موجوده كليات متخصصه. ايضا امتد يد التنميه ايضا زي ما قلت لحضرتك الى التعليم، المدارس وكل المدارس بجميع التخصصات سواء اليابانيه سواء اللغات الرسميه وغير الرسميه، كل ده موجود في سيناء. كل موجود في سيناء يا فندم، وبعد 2014 زاد العدد وزادت الاقبال عليه ايضا. نعم. ايضا الطرق والمحاور اللي تم عملها في سيناء 9 محاور عرضيه تحاكي نفس الطرق اللي موجوده في مصر كلها، اصبحت سيناء جزء لا ينفصل عن 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 مصر، واللي بيتم فيها هو بيتم في الاستقرار اللي فيها دلوقتي بعد ايضا ازاله جميع الكماين، ازاله المعوقات اللي كانت على الكمان طبعا من التاخير والفحص وكذا عشان برضه تكون العمليات وعدم تسرب اي
هايل عناصر تانيه، هايل. فاصبح دلوقتي بعد اوامر سياده الرئيس ان كل الكمائن تتشال بعد نهايه القضاء على الارهاب، والارهاب ايوه اصبح تاريخ زي ما قال سياده الرئيس. نعم اصبح النهارده الناس سهوله في الحركه داخل المدن، سهوله في الحركه بين المدن وخلافه، سهوله في 24 ساعه طرق مفتوحه بعد ما هاي كانت محدده بايام معينه وساعات اي معينه، صحيح. لكن النهارده الحمد لله كل الخدمات متوفره في شمال سيناء، والناس بتحس بيها كانها بالضبط في اي محافظه اخرى اللي كان بيعانوا منها. دلوقتي الحمد لله ماشيه يدا بيد، التعمير موجود وايضا تحسن الخدمات او خطوه بخطوه مع هذا التعمير وهذه التنميه. التنميه ايضا يا استاذ عزه نعم دي بتعود على المواطن السيناوي كفرص طبعا عمل ليه واولاده، فبتحسن المعيشه ليه وبيعيش حياه كريمه وبيعيش حياه يستحقها زي ما استاذ رئيس قال، لازم نعم حياه كريمه يستحقها اهالينا في سيناء وفي محافظات الجمهوريه كلها. نعم نعم بشكرك شكرا جزيلا مهندس ناجي ابراهيم، شكرا. ومهم جدا كان يبقى فيه جوده الحياه، جوده حياه للمواطن السيناوي وما يحسش ان هو عايش في بيئة أو عايش في مكان مختلف عن أي محافظة من محافظات مصر. النهاردة سيادة الرئيس قال تجهيز 600 ألف فدان للزراعة في سيناء مع نهاية العام الجاري. خليني أرحب بدكتور محمد الشحات رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية. دكتور محمد مساء الخير فن. خير. حضرتك سمعني يا دكتور محمد؟ أي فندم سامعك كويس. مساء الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. النهارده سيادة الرئيس قال هيبقى 600 ألف فدان للزراعة في سيناء في نهاية العام الجاري. إيه المناطق اللي بيتم فيها استصلاح الأراضي وهتنتج إيه والأراضي دي بتتميز بإيه؟ قول لي كدوركم في كهيئة تعمير وتنمية الزراعية. طبعا مساء الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين. اتفضل يا فندم. ايوه انا سامعاك اتفضل. مساء الخير عليكم وعلى الساده المشاهدين. طبعا اللي بيحصل النهارده وزي ما شفنا في قمه الرئيس لاداره سيناء، طبعا اللي بيحصل ده اعجاز بالنسبه لسيناء. ايوه احنا بالنسبه للانتاج الزراعي او النشاط الزراعي، طبعا احنا كلنا لامسين هذه الفتره اهميه القطاع الزراعي على مستوى العالم وخاصه في مصر، لانه بيسد الفجوه الغذائيه وبيساعد على التنميه الزراعيه وتقليل فاتوره الاستيراد توفير المحاصيل الاستراتيجيه. كانت الرؤيه من فخامه الرئيس اللي احنا لازم نعتمد على انفسنا في الانتاج الزراعي ونعظم الاستفاده من وحده الارض ووحده المياه. ايوه فكان لابد من احنا ننطلق الى الصحراء في شمال ووسط سيناء عشان نقدر نستفيد من الاراضي الشاسعه الموجوده، نعمل تنميه زراعيه تربط سيناء بدلتا عن طريق اصلاح الاراضي. وعمليه اصلاح الارض عمليه يعني مجهده جدا، يعني المشاهد لا يعني ما يعني ما يجيش في باله ان عشان يصلح ارض ديت محتاجه مجهود كبير جدا ومحتاج وقت كبير جدا غير اي مكان تاني يا باشمهندس دكتور فندم محمد، صح؟ طبعا لا احنا نقدر اقول يعني عشان اقول لك بس احنا عشان نقدر نحكم على الارض بنعمل على حاجه اسمها دراسات مكتبيه ودراسات حقليه ودراسات معمليه ونعمل تقرير، والتقرير بتعتمد من الجهات المعنيه وبيشارك في عمليه الحصر التصنيف للتربه والحكم على صحه التربه عدد من الباحثين والباحثات من الهيئه العامه للتعمير بالاشتراك مع الجامعات المصريه على مستوى الجمهوريه عشان في الاخر نقول والله عندنا فدان صالح الزراعه. يكفي ان اقول لك ان الفدان بيتكلف حوالي اكثر من 300 ألف جنيه حاليا بالنسبه عشان يكون صالح الزراعه. نعم بفضل الله سبحانه وتعالى احنا في زي ما قال فخامه الرئيس احنا عندنا حوالي اكثر من 670 الف فدان موجودين في شمال ووسط سيناء، مزروع منهم حاليا 225 الف فدان بيزرعوا حاليا المنتجين بيطلعوا منتجات، والمنتجات دي ايه المنتجات وايه المنتجات انواع الزراعات المنتج إيه؟ الزراعات اللي موجوده معظم زراعات محاصيل حقليه زي القمح وبعض أيوة. محاصيل الذره وبعض المحاصيل البستانيه اللي احنا دايما بنشوفها ومحاصيل الخضر دايما احنا دايما بنلاقيها في منطقه الدلتا. الفاكهه المعروفه كفاكهه السيناويه موجوده عندنا، دي مختلفه على فكره، دي مختلفه طبعا يا دكتور دي محمد. اولا الارض واضح ان الارض والتربه ليها ليها خصوصيه، احنا بنسميها ارض بكر، ارض بكر لم تلوث بعد بالاسمده ولا بالمبيدات. يكفي انها تعتمد على المناخ الطبيعي والاسمده الاسمده الطبيعيه. دي طبعا في حد ذاتها طبعا بتدي قيمه او بترفع من قيمه المنتج نفسه
أيوة. حتى لو حبينا نصدره للخارج بيبقى له سعر تاني اعلى من السعر الموجود حاليا. وانا لاحظنا ان احنا الحمد لله متفوقين فتحنا اسواق عالميه في محاصيل البستانيه بالذات اكثر من 140 سوق عالمي من الاسواق اليابانيه اللي كانت دايما صعب لا جدا احنا اخترقها، لكن الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى ان المنتجات المصريه اصبحت متداوله على مستوى العالم وفي طلب كبير جدا على مستوى المنتجات اللي بتطلع من ارض سيناء من اللي مزروع منها دلوقتي ال 250 زي ما حضرتك قلت دي بنصدر منها فاكهه لليابان. ايوه يا فندم من اليابان وبعض الدول الاوروبيه كمان حتى يعني وفي طلب كبير جدا على المنتج المصري. في طلب كبير من المحاصيل الفاكهه من المنتج المصري بالاضافه الى اهم انواع الفاكهه اللي مطلوبه كتصدير ايه من اراضي سيناء؟ هو معظمها الموالح واخيرا برضك عندنا الفراوله اللي هي المجمده فراوله طبعا دي برضك عليها طلب كبير جدا. عاوز اقول لك ان الاهم من الحاجات دي كلها اللي احنا بنحاول نعمل محاصيل استراتيجيه على الارض الجديده اللي موجوده في شمال وسط سيناء اللي هو سياده الرئيس اتكلم عليها النهارده اللي قال تخلص على نهايه هذا العام ان شاء الله. احنا بنستهدف زراعات ايه فيها بقى يا دكتور محمد؟ هو الهدف الاول هو المحاصيل الهدف الاول منها المحاصيل الهدف منها المحاصيل الاستراتيجيه اللي هي زي القمح والقمح عشان نسد نقلل من فتره الاستيراد بالاضافه الى المحاصيل الزيتيه زي الذره وعباد الشمس وفول الصويا. دي المحاصيل الاساسيه اللي احنا بنشتغلها حاليا في المنطقه بتاع شمال ووسط سيناء بعد تشغيل محطه او الحمد لله المحطه العملاقه اللي موجوده محطه بحر البار. انا لسه كنت هقول لحضرتك مفيش زراعه من غير ميه بالظبط. دي كان الهدف الاساسي الهدف الاساسي هم حاجتين يمكن الناس يعني ما تدركش اهميه الجزئيات اللي اتعملت في سيناء من طرق وانفاق دي عشان المستثمر او عشان اقوم بدور كبير في الزراعه لازم يكون عندي طبعا حركه تنقلات نقل المنتجات الزراعيه نقل المعدات عمل بنيه تحتيه كل ده متمثل في مينا ومطارات ويعني بالظبط كده اللوجستيات اللي بيتم استخدامها بالظبط كده لازم تكون موجود. نعم لازم يكون في عندنا لوجستيات لازم عندنا محطه ميه كبيره عملاقه تكفي الارض كلها يعني بضمن استمراريه وجود الميه وبرفع من كفاءه استخدام 1%. احنا نعتبر الحمد لله احنا زينا زي دول العالم اللي احنا بنحاول نعمل تدوير لمياه الصرف مياه الصرف الزراعي اللي احنا بنعملها بنعيدها تاني مره تانيه نستخدمها في الزراعه. نعم ان شاء الله احنا على وشك المحطه عملت الحمد لله والبنيه التحتيه توصيل مياه حتى الاراضي اللي داخل سيناء من مواسير مكشوفه ومن ترع مكشوفه ومواسير تحت الارض واستخدام احدث نظم الري الحديثه اللي بنسميها الري الذكي اللي هو بيستخدم برضه بيتم استخدامها هناك. طبعا بيستخدم الري الحديث ده عشان اقلل من كميه المياه المستهلكه وبحافظ على كميه المياه عشان اقدر احصل على اعلى انتاجيه مع تعظيم واستخدام المياه من مياه الري. الحمد لله وزاره الزراعه ممثله في الهيئه العامه للتعمير هي هي الدراع اللي بتقوم بتنفيذ خطه الدوله بالنسبه للتوسع الافقي بالنسبه للمشروعات الزراعيه. فاحنا الحمد لله بدانا نفسينا بالاضافه اللي احنا عاملين في تجمعات يعني هي مش زراعه بس ولكن غرض من الزراعه هو خلق مجتمعات جديده اللي هي التجمع الزراعي والتجمع الصناعي والتجمع التجاري كل ده معمول حسابها في الدوره. يعني مش فكره الزراعه فقط انت بتتكلم على تجمع زراعي وتجمع صناعي ايضا. بالظبط يا فندم لازم ده عشان لازم يكون ده موجود لان الزراعه بدون تجمعات ميته وده موجود يا فندم وده ده موجود. احنا في حوالي 18 تجمع موجودين الحمد لله موجودين في سيناء وتوزعوا على معظم اهالي سيناء اللي هو عباره عن 5 افدنه ومنزل وبعد الاستقرار في سيناء والحمد لله انا كنت في سيناء من حوالي اسبوعين انا كنت يعني بتحرك في سيناء بدون حمايه لان الارض الحمد لله المنطقه هناك مكشوفه ونظيفه وانا ما فيش يعني انا كان معانا وفد كبير جدا بنزورنا منطقه شمال وسط سيناء والحمد لله الامور مستقره واحنا يعني بالتعاون مع الجهات المعنيه من اجهزة الدول المختلفة اللي احنا بنحاول نوصل نخلي مستوى المعيشة في سيناء او نخلي ان نزود الاستثمار في سيناء ونربط سيناء بشرق الدلتا ونجيب فرص جديدة للعمل والاستثمار الزراعي لان احنا طبعا اللي من دول الاستثمار الزراعي في نسبة كبيرة بيشتغل فيها كأيدي عاملة من اهالي سيناء من اهالي نفسهم ده هو رقم واحد لازم يكون الاستثمار الزراعي من اهل المنطقة عشان يحافظ على تمام. على الارض وايضا والمنطقة. التجمعات التجارية والصناعية والتجمعات الزراعية والتجارية والصناعية والصحية انا عاوز اقول لك بس هناك حتى في مركز خدمات يعني عندنا مركز خدمات
متمثله في الجمعيات الزراعيه، متمثله في رعايه البيطريه، متمثله في تزويد الاراضي بالاسمده. يعني حضرتك في عندنا قرى نموذجيه هناك زي قريه الامل موجوده هناك في المنطقه، طبعا طبعا. كلها طبعا قرى نموذجيه متمثله في مباني يعني احدث من اللي موجوده في داخل المدن المصريه المعروفه. يمكن دي واخده حظ كبير جدا جدا من التخطيط، مرتبطه بال يعني الارض، يعني الارض جنب جنب المنزل بقول يعني كده، يعني عشان اضمن طريقه الاداء والحاجات دي كلها. صحيح. فعاوز اقول ان المنطقه مبشره، وعلى فكره بس مش في سينا بس، يعني خطه الريس اللي احنا ما مش سينا بس اللي فيها تنميه، على مستوى الجمهوريه كلها من اول اسوان حتى سينا في التنميه موجوده. الوادي الجديد في توشكا، في العوينات، في ضبعه، في الوادي في الوادي النطرون، على مستوى على في على توشكا، كل دي مناطق واعده ان شاء الله نامل ان هي تزود تقلل من فاتوره الاستيراد، ونوصل نقدر نوصل لشبه الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل الاستراتيجيه عشان نقلل فاتوره الاستيراد ونزود المنتجات اللي زراعه ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. بشكرك فندم، بشكرك دكتور محمد شحات. وبعد وانت بتتفرج كده على الافتتاح النهارده وعلى التفقد النهارده وبتشوف ايه اللي حصل في سينا، يعني بقى نفسي طول ما انا بتفرج اقول ايه، يا رب كده الجامعات والمدارس قبل انتهاء الترم الثاني يحصل رحلات لطلبة الجامعة، لان كل اللي بيحصل ده ليهم، ولطلبة المدارس، ويشوفوا بنفسهم ايه اللي حصل في سينا. انا بتمنى كل جامعات مصر، كل مدارس مصر، طلبة اللي في ثانوي او كل الجامعات، نبدأ على الاقل بالجامعات، يشوفوا ايه اللي حصل في سينا وبقت سينا عاملة ازاي. بتمنى يا رب انه بالفعل ده يتحقق، لانه الشاب لما بيتفرج على حاجة أو الشباب لما بتشوف حاجة، الذاكرة البصرية بتظل معايا طول الوقت، ولما نكمل في سينا كمان ولما كل حاجة تحصل جديدة يروح فيلاقي فيه إضافات بتحصل. فبتمنى وإن ده يحصل ويبقى فيه اهتمام من وزارة التعليم العالي برحلات الطلبة لكل ما حدث في سينا ومن تنمية، ويشوف إزاي الدنيا بقت عاملة إزاي، جودة حياة للمواطن السيناوي بقت إزاي دلوقتي. النهاردة كمان سيادة الرئيس وهو بيتكلم اتكلم على في جزئية مهمة جدا، وقال إنه لازم طول الوقت رغم التنمية دي، لأ لازم نكون على كافة الاستعداد وعلى كافة إجراءات الحيطة والحذر واليقظة التامة من أجل تحقيق الأمن والأمان لأهلينا في سيناء. وقال كمان ضرورة التواصل، تواصل الجيش ومؤسسات الدولة مع أهالي وشيوخ سيناء بشكل مستمر. تعالوا نشوف الفيديو ونعود ونتواصل مع حضرتكم. احنا في مصر تقريبا عايشين تقريبا يعني على 60,000 كيلو برضو، مش كده تقريبا. وده مهم قوي ان انتوا يعني كل اللي بيسمعني سواء كان مصري او من اهالينا في سينا يسمع ده. احنا مصر كلها كسكان متجمعين على 60,000 كيلومتر تقريبا، يعني بنحاول نزودها ونخليها يعني 12% ولا حاجة، وده خطتنا في المدن الجديدة. لكن عايز اقول سينا لوحدها 60,000، وعشان كده عشان بس يعني زي ما اتقال على مدى السنين ما تعملش تنمية كبيرة فيها، لان كان حجم التكلفة على عشان تعمل بنية اساسية في 60,000 كيلو، عايز تعمل شبكات طرق، عايز تعمل محطات كهرباء، عايز تعمل كل الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي وتعرض عليكم عشان يتعمل على مسطح 60,000 كيلو او على في التجمعات اللي موجودة فيها، تكلفته عالية جدا، وده اللي اعاق التنمية خلال الفترة اللي فاتت. واحنا بقول الكلام ده عشان يعني نشكل للناس اللي بتسمعنا فهم ووعي. طب انا بقول كده ليه يا دكتور مصطفى؟ انا عايز اقول لكم على حاجه، وانتوا واحنا هي الحرب بتاعت الارهاب خلصت؟ طب ما لغايه دلوقتي في حجم من الشائعات والاكاذيب والافتراءات غير طبيعي، اخرهم الكلام اللي اتقال خلال الاسابيع الثلاثه اللي فاتوا ولا الشهر اللي فات، لما اتقال ان قناه السويس، وكلام يعني انا عارف ان المصريين منتبهين لده ومش هيصدقوه،
لكن اتقال كده، اتقال ان احنا بنفكر نبيع قناة السويس، وفي عرض مش عارف ايه، في حتى عملوا لي يعني جمعوا كلامي ده وعملوا منه فيلم كده وخرجوه على ان احنا الكلام ده. انا قلته يا محمد، قال لك بتريليون دولار الموضوع هيتباع بايه؟ تريليون دولار هنبيع القناة. بغض النظر عن الكلام دوت كارقام وكده، انا عايز اقول هتفضل العملية عملية محاولة عرقلتكم، مش انتوا بس، كلنا مصر مستمرة وهتستمر. وبالتالي احنا محتاجين دايما، مش هقول وعينا يبقى موجود، لان الوعي الحمد لله رب العالمين موجود لدى كل قطاعات الشعب المصري. ولو الوعي ده مش موجود ما كانتش الناس استحملت معانا الظروف الصعبة والاسعار الغالية اللي بتمر بيها مصر بقالها اكتر من سنة دلوقتي. وانا بعترف بده لان ده واقع احنا بنعيشه، احنا مش سببه صحيح، لكن في عبء كبير جدا جدا على كل اسره وعلى كل مواطن مصري دلوقتي نتيجه التكلفه العاليه اللي احنا بنعيش بيها. حرب المعلومات ما زالت موجوده ومش هتنتهي، بالعكس ده هو لما بيحاربك بالمعلومات والاكاذيب والاشاعات هو بيطور في نفسه، يعني لدرجة ان انت هو خلاص عارف ان انت عرفت ازاي، هو بيطور في مسألة صناعة الإشاعة، فبالتالي هو بيطور نفسه علشان طول الوقت يحاول يقنعك بانه هذه الإشاعات او هذه المعلومات اللي هو بيقولها لك حقيقية. تاني بقول لحضراتكم، أكد سيادة الرئيس على انه رغم كل اللي حصل من التنمية لازم تكون انت مركز وحذر طول الوقت، لانه وارد لا قدر الله انه برضه تحصل حاجه في اي وقت. خليني ارحب سيادة العميد حاتم صابر خبير مقاومه الارهاب الدولي وحرب المعلومات. سيادة العميد حاتم مساء الخير يا فندم. الو الو، طيب خلينا نحاول تاني كده مع سيادة العميد حاتم، لانه فكره الحرب حرب المعلومات لا تنتهي، كنت بقول لحضراتكم ده بشكل كبير، ومهما حصل من ان انت عملت تنمية، مهما حصل من ان انت حسنت حياة وجودة الحياة بالنسبة للناس، لكن يعني انا مقتنعة بانه ما زالت العين على سينا، فعشان كده لازم نبقى طول الوقت في حذر مستمر ويقظة مستمرة، ما نطمنش ان احنا خلاص بقى في تنمية في سينا فبالتالي مش هيحصل فيها، لا بالعكس، ده انت كل ما بتشتغل وكل ما بتنمي كل ما هو يبقى عايز يهدم ويهد اللي انت عملته عشان يثبت انه سينا مش امان. خليني ارحب سيادة العميد حاتم صابر مساء الخير يا فندم. نور يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، اهلا بحضرتك سيادة العميد حاتم. النهارده سيادة الرئيس اكد على فكره اليقظه طول الوقت تكون موجوده في سينا رغم هذه التنميه، تعقيب حضرتك ايه؟ كلام السيد رئيس الجمهوريه طبعا يحمل الكثير من المعاني. نعم. اولها ان ظاهره الارهاب الدولي وان كانت مصر حققت انتصار ساحق عجزت عنه الجيوش الكبرى والدول الكبرى في ظهر الارهاب. اذا تحدثنا بالارقام فان الدوله المصريه في عام 2013 تعرضت ل 306 عمليه ارهابيه، وتداعت بالتناقص الى عام 2018 مع اندلاع العمليه الشامله لثمان عمليات ثم عمليه واحده حتى هذه اللحظه لا توجد اي عمليات في سيناء. هو يؤكد بمدى مجال الشك ان المحاور المصريه لمكافحه الارهاب يعني اتت بنتائج مبهره وتفوقت على كافه التجارب السابقه للدول في مكافحه حرب العصابات او الارهاب. وان كان هذا يدل على قوه الدوله المصريه من ناحيه، ومن ناحيه اخرى انه لا يوجد دوله على وجه الارض تستطيع ان توقف الارهاب. تماما صحيح صحيح، فإذا مش حاجة مضمونة 100% خالص بالتأكيد. فإذا نعم. عناصر الإرهاب أو عناصر الإرهاب الدولي بالتحديد دائما ما تنشط وتختفي طبقا للسياسة الدولية أو طبقا للتحركات الدولية الداعمة لهذه الحركات. يعني هي ليها أوقات بتنشط فيها سيادة العميد. بالتأكيد الإرهاب بدأ في ستينات القرن الماضي نتيجة حركات ثورية، ثم بدأ بالتطور إلى أن أصبح سلعة تباع وتشترى وسلاح يوجه إلى الدول المرتبطة.
إذا فكرة أن القضاء التام على الإرهاب هذا شبه مستحيل في أي مكان في العالم، مستحيل. حتى الدول الكبرى والدول العظمى ما زالت حتى الآن تعاني من ولاد الإرهاب، ولكن واللي فيها أعلى درجات الأمن والأمان وأعلى درجات الأجهزة الأمنية وأعلى درجات الجاهزية من ناحية الوحدات الخاصة بذلك، ولكن لا يمكن لأي حال من الأحوال أن نستطيع أن نقول أن الإرهاب انتهى تماما، وما زلنا كما قلنا يد تبني ويد تحمل السلاح. وأعتقد أن الشعب المصري يشهد نجاح التجربة المصرية العسكرية والسياسية، سواء كانت للقوات المسلحة أو وزارة الداخلية والتضافر والجهود معهم، أو بالتعاون مع الأجهزة الأمنية مع كل المعنيين بظاهرة الإرهاب الدولي. أعتقد أنها تجربة أدت لنجاح باهر، وإن كنا دائما على استعداد للمواجهة في أي وقت. أيوه، وحرب المعلومات مش هتنتهي أيضا يا سيادة العميد حاتم. بالتأكيد يا فندم، حاليا حرب المعلومات يعني حركتك هي البطل دلوقتي. تتحدثي في صميم التخصص. حاليا حرب المعلومات تتجه إلى محاولة استقطاب وتجنيد شباب جديد عبر طيارين من التيار الفكري. التيار الأول ينتهك فكر الدعاية الإقناعية التكفيرية بالفكر المتطرف، وهو محاولة تجنيد بعض الشباب للانخراط في الجماعات التكفيرية والحركات الإرهابية لإعادة المنتج من جديد. والآخر يذهب بنا إلى الفكر التنويري والمحاولة البحث عن الخروج من الدين والاتجاه إلى الإلحاد. وكلا الطيارين يؤدي في النهاية لانهيار المجتمع، وهو ما نحاول نكافحه الآن بشراسة. نعم، ربنا يسترها يا رب، ودرجات الوعي عندنا كده تبقى في درجات متقدمة أكتر. بشكرك سيادة العميد حاتم صابر، بشكرك فندم، شكرا جزيلا. طبعا كان موجود في النهاردة في سيناء ويتابع كل التطورات وكل اللي بيحصل، لكن كمان عايز أقول لحضراتكم إنه كان ليه نشاط كبير جدا في الرياض. بالمناسبة كل سنة والمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا بخير وسلام يا رب، ودايما في تقدم. أنا بقول ده بمناسبة يوم التأسيس، ده كان يوم 22 فبراير، وكان بالتزامن معاه بالمناسبة النسخة الثانية من المنتدى السعودي للإعلام بالرياض، وده حضروا أكتر من 1500 إعلامي من كافة الدول. وزي ما بقول لحضراتكم كان المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الأستاذ كرم جبر نشاط مكثف في الرياض. وخليني بالمناسبة دي أشكر كل من كان في المنتدى ومن كان معنا من الإعلام في التأسيس في يوم التأسيس على الترحيب وعلى الاهتمام وعلى حسن الضيافة. يعني مش عارفة أبدأ معاه من الرياض ولا من سيناء، بس أكيد هنتكلم في الناحيتين دول. خليني أرحب بالكاتب الصحفي أستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام. أستاذ كرم مساء الخير يا فندم. يا أستاذ عز أهلا بيك. أهلا بحضرتك، أهلا بيك فندم. نبدأ من الرياض ولا نبدأ من سيناء؟ ابدأ. لا أنا حابب إننا نبدأ من سيناء. اتفضل. يعني أنا عايز أقول لو هتكتب مقال على اللي شفته النهارده هتقول إيه؟ أنا كاتب بكرة كمان. نعم. أنا كاتب بكرة تحية لأهالي سيناء. نعم. لأنه كانوا بطل حقيقي ومساند وداعم في اللي حصل، يعني مش من دلوقتي بس، الحقيقة من حرب 67 و73 والحرب ضد الإرهاب. لكن أنا عايز الحقيقة أستاذ عايز أقول كيف وصلنا إلى المشهد بتاع النهاردة. صحيح، كان طريق طويل مليان وصعب ومؤلم، ومرينا بتحديات كتير يا أستاذ كرم. تمام. يعني سينا اللي هنرويها بالمية وبالخير وصلنا ده لأنها ارتوت بالدماء. الطريق ده إن كان بالدماء وأرواح الشهداء في سرعة كده. إزاي وصلنا لليوم ده؟ أنا عايز بس أخد لقطات كده عشان الناس بتنسى، الذاكرة ضعيفة. أتذكر حادث في يوليو 2017، جت مجموعة إرهابية كبيرة، سيارات والمدفعية والعربات المدرعة والأشخاص المرثمين، وأرادت احتلال مدينة رفح، ومعاهم كاميرات تلفزيونية ونقل على الهواء مباشرة، والهدف انهم يرفعوا الاعلام السوداء بتاع داعش على هذه المنطقة، ويعلنوا ان منطقة رفح دي منطقة
مستقله زي اللي بيحصل في بعض الدول الشقيقه، وتيجي تأييدات بقى ودعم من عناصر منوءه في الخارج. اللي حصل ايه؟ في طقسات الشهداء، ولكن في ثواني جاء طيران المصري الباسل، كانوا بيسموه السنانه، يعني سواهم بالارض وانهى هذه الاسطوره الى الابد. عايز اقول ان من قبل 2011 سيناء بيتم تجهيزها واعدادها لتكون مستنقع للارهاب والارهابيين في العالم، ومعموله مخازن سلاح كثيره جدا تحت الارض. وانا كنت شاهد عيان على وقعه يمكن 2009، كان اجتماع بين قيادات امنيه وحضرته بصفه صحفيه. كان مشكله ان هم مش عارفين يدخلوا قوات علشان تطهر منطقه الجبال والانفاق اللي موجوده فينا، الانفاق اللي تحت الارض. طبعا احنا وصلنا لده ازاي؟ فاكرين حمايه ارواح الخاطئين؟ دول كانوا عاملين انفاق يا استاذ كرم، حضرتك فكرتني وحضرتك بتتكلم. كانوا عاملين انفاق في الحمامات وتحت الـ البيوت بتاعتهم الطبيعيه، يعني ما كانش في مكان مش معمول فيه نفق للاسف. للاسف الشديد. وكان استجلبوا يعني القوات اما كانت تلقي القبض على ارهابيين كانوا بيحدثوا لكانات مختلفه، يعني هم كانوا بيجيبوا الارهابيين من كل دول العالم عايزين سيناء. وكان في طبعا مشروعات دوليه ان نجمع الارهابيين في سيناء فنخفف الضغط عن العمليات الارهابيه في مختلف دول العالم. يعني اعلان الولايه بقى والخلافه والحركات دي. نعم بالضبط، ده اللي كان مخطط لسيناء. من الجانب الاقتصادي بقى، يعني دي المؤامره ان سيناء تبقى وطن للارهابيين في العالم ويجتمعوا في هذه المنطقه، وتم تزويدهم باسلحه حديثه واتصالات بالاقمار الصناعيه وعربيات وكل الحاجات اللي كنا بنشوفها. الامر الثاني المشروعات الاقتصاديه، مشروع اقتصادي اعلن عنه ايام الاخوان المسلمين واوراقه موجوده في الجهات الرسميه المصريه لانشاء منطقه حره في سيناء بتشمل غزه لحد جنوب مطار العريش ب 100 كيلو متر، والمنطقه دي هتبقى تحت القوانين الدوليه. يعني ادي خطه لانتزاع سيناء من السياده خارج السيطره المصريه تقصد اقتصاديا، وكانت دول اجنبيه دول اخرى بتتولى التمويل والتخطيط والتنفيذ للمنطقه الحره، ودور مصر ايام الاخوان كان ايه بقى؟ مقاول الباطن. جه ايامها صدر قرار من وزير الدفاع الفريق اول عبد الفتاح السيسي بمنع التملك باي صوره من الصور في سيناء. رئيس الوزراء كان الاخواني قال يعني دي قرارات رئيس الوزراء، فرد على وزير الدفاع قال له لا دي مناطق تحت سياده القوات المسلحه المصريه، واوقف مشروع كبير جدا. ده اللي كان مخطط لسيناء. انا عجبني اقوال احد القاده اما قال احنا بنفتش سيناء شبر شبر فوق الارض وتحت الارض، ويقصد ايه؟ الانفاق. الانفاق والدهالي. كان كل يوم عمليه ارهابيه، وكانت الناس فعلا عايشه في رعب وذل. اذا لم يكن ممكنا تعمير سيناء النهارده نوصل الا باستردادها وعوده الامن والاستقرار، والقوات المسلحه فعلا القوات المصريه قالت اللي هيدخل سيناء من الارهابيين لن يخرج منها الا جثه امنه. وتحقق الوعد على مدى السنوات الطويله. واحنا شايفين النهارده في لقطه عجبتني جدا في اثناء حوار الرئيس لوزير الدفاع، قال له احنا ممكن ناجل العمليه شهر او شهرين بس نضمن ايه بقى؟ ان الالغام ما تنفجرش، يعني ما يبقاش كده. طهروا الحته بنسبه 100% وابداوا فيها. وده يمكن اللي خلى عمليه تحرير سيناء من الارهاب تطول شويه، ان كان في حرص شديد جدا على حياه المدنيين، لان هم كانوا بيختفوا مع المدنيين واخدينهم كانوا واخدينهم ضرب بشري. كان الحرص بقى ان سلامه اهالي المنطقه وسلامه السكان المدنيين وسلامه الاطفال والنساء كده. فده اللي خلى العمليه تطول، كانت عمليه يعني تمت بمشرط جراح، يعني كانت عمليه دقيقه جدا فخدت وقت طويل. اذا المحصله بقى احنا وصلنا لهذا اليوم، مجهود عظيم جدا يحصل للقوات المسلحه. عايز اقول انه تم تحرير سيناء من يعني اشرف عدو في تاريخها، لان الارهاب اذا دخل سيناء، يعني اسرائيل دخل سيناء لكن كلنا كنا عارفين انه سياتي يوما ما وتخرج، لكن دول لو دخلوا سيناء ما كانش في امل خروجهم، بينتشر يعني ويتوغلوا كانوا هيصدروا القلق والارهاب. اذا العمليه النهارده بقى عمليه سيناء
يمكن الرئيس سيناء لن يتم تعميرها إلا بأيدي مصرية وبأموال مصرية. نعم. عشان إيه بقى؟ ننهي أسطورة إن ده هيترهن وده هيتباع وكده. فهنا إحنا شايفين كل المشروعات في خريطة معمولة لتنمية سيناء. نعم. منطقة منطقة وشبر شبر، والسنوات القادمة إن شاء الله يعني بعد الأنفاق العظيمة دي اللي ربطت سيناء بمصر ومنعت عزلتها إلى الأبد. زمان كانت الناس بتخاف تروح سيناء، لكن إن شاء الله يعني سيناء هتتحول لمنطقة للخير ومنطقة للعطاء، ويعني تفتح بوابة، تبقى فعلا البوابة الشرقية لمصر بوابة آمنة. نعم. وبوابة تنمية وبوابة استقرار. نعم. وتبقى خير لكل أهالي سيناء طبعا، واحنا يعني وخير لكل المصريين يا رب. أهالي سيناء تحملوا تضحيات كبيرة الحقيقة. وكلنا نذكر أدوارهم. يعني أنا يعني ده موضوع عايز حلقة كاملة عن دور أهالي سيناء في الوقوف وراء مصر طال. لأن سيناء دايما جنبها إسرائيل، كل الغزوات بتيجي من الناحية دي، منطقة توتر ومنطقة قلق ومنطقة اضطرابات. فاللي بيحصل إن أهالي سيناء دائما في أحضان الدولة المصرية وبيتمسكوا بمصريتهم، وعمرهم ما كانوا إلا وطنيين مخلصين. صحيح صحيح صحيح. ننقل على الرياض؟ ننقل على الرياض. يلا. النشاط كان مكثف، والحقيقة استقبال يعني إخواننا في المملكة كان عظيم حقيقة للوفد المصري ولحضرتك أستاذ كرم. كان في نشاط مكثف لحضرتك، مهم نقول للمشاهد كان إيه؟ والله يعني أنا عايز أقول حضرتك الزيارة جت في توقيت مهم للغاية. نعم. وخلينا نقول إن كانت في بعض الصحب في سماء العلاقات الإعلامية، لأن احنا بنتكلم في الجانب الإعلامي بين طبعا البلدين. فطبعاً كان في بمجرد يعني منزلنا المطار في الرياض كان في استقبال رائع جداً وتسهيل في الإجراءات وترتيب، ويمكن حضرتك كنت شاركنا كلنا في لقاءات مهمة جداً جداً كنا بنتكلم من النواحي الإعلامية. كان مهم قوي نأكد للإخوة السعوديين إننا كإعلام احنا بنبلور محاور السياسة المصرية، الاستراتيجية السياسية المصرية للتعامل مع العرب اللي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن تولى الحكم، ودي الاستراتيجية دي الرئيس أعلنها بنفسه. يمكن أنا حضرتها ثلاث مرات سواء مع الوزراء الإعلام العرب أو مع اتحاد الصحفيين العرب. والراجل قال يعني احنا لينا محاور معينة اننا بنتعامل مع العرب، لا نتدخل في الشؤون الداخلية، وبنحترم كل الدول والشعوب، نعمل على لم الشمل ودائما التقارب والحوار والتفاهم. هو شايف يعني العلاقات مع الدول العربية بتبقى دعم لمصر، يعني مصر دعم للعرب والعرب ايضا دعم لمصر. لذلك مصر لا تتورط في الهجوم منذ ان تولى الرئيس الحكم، لا تتورط في الهجوم على زعيم او دولة او شعب. ودائما بيبقى الخطاب السياسي المصري خطاب رفيع المستوى، خطاب بيحافظ راقي على الروابط، وخطاب راقي زي ما قلت حضرتك، ولغة جميلة للتخاطب ما بين الدول وما بين الشعوب. كإعلام علينا أن نبلور هذا الأمر، لأن احنا بنشتغل في سياق دولة، نبلور يعني هذه التوجهات السياسية في خطط وسياسات إعلامية تبرز هذا الدور المصري. وده اللي اتكلمنا فيه الحقيقة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وإن ده اللي احنا بنلتزم به في إعلام. فإذا حدث خروج هنا أو هناك يبقى في حجم الطبيعي، نحن جئنا من أجل يعني إن العلاقات الطيبة تفضل مستمرة وتفضل التواصل مستمر. وإذا كان في خطأ فإحنا لا نقر أي خطأ من أي نوع، ويوضح هذا الخطأ في حجمه الطبيعي، لأن احنا بننفذ سياسة الدولة كمان. يعني وطالما من الرئيس حريص على فكرة بقى الدولة الوطنية، احترام جيوش الدول واحترام مؤسساتها واحترام قيمها الدينية واحترام قيمها الفكرية، وده مشروع مهم جدا. فده كان اللقاء الحقيقة خلال المنتدى. المنتدى يمكن اتكلم فيه ثلاث محاور رئيسية، واحنا اتفقنا التعاون مع الإخوة الإعلام في المملكة العربية السعودية في هذه المحاولة، لأن التحديات اللي بيواجهها العرب مشتركة. والحقيقة هم رحبوا جدا بالتعاون. يعني كان في ترحيب، لأن احنا يعني كانت رسالتنا ليهم رسالة تعاون ورسالة محبة ورسالة تواصل، ورسالة كمان من يفعل جميلا في مصر والمصريين احنا بنرد له الجميل. يعني احنا شعب بيحترف بجميل الآخرين، واحنا شفنا المصريين هناك اعداد كبيره جدا في كل مكان بنروح، في اعداد كبيره من المصريين وعايشين في البلد زي اخواتهم السعوديين والسعوديه. هقولنا الحقيقه المصريين، لكن خلي بالكم
ان معظم الشعب المصري زار السعوديه اما للعمل او للحج او للعمره. صحيح. يعني المصريين عادوا على السعوديه، قلنا لهم كمان ان يعني ان بيننا وبينكم رباط روحي قوي جدا متمثل في الحرمين الشريفين في مثل هذه الايام المباركه، بتهفو قلوب المصريين جميعا الى المملكه العربيه السعوديه، والكل يتمنى ان ربنا يكرمه ان يؤدي عمره او يؤدي فريضه الحج. فاذا في علاقات قويه لا يمكن لاي اسباب اخرى انها تقترب منها، وهو ده التواصل الروحي. الامر المهم ان القاهره والرياض هما مش ميزان، القاهره والرياض دولتين كبار قوي في المنطقه، التعاون ما بينهم تنميه القواسم المشتركه ده هيبقى لصالح الدولتين ولصالح المنطقه كلها. الرياض بتمتلك او السعودية بتمتلك يعني منظومه اعلاميه ضخمه، مصر بتمتلك منظومة إعلامية ضخمة، احنا كمجلس أعلى الإعلام موقعين معاهم بروتوكول تعاون ان شاء الله الفترة القادمة نبلور التفاهم ونبلور التواصل. احنا محتاجين نعمل ده مع كل الدول العربية، يبقى إعلامنا كده إعلام تواصل وإعلام محبة. صحيح. وإعلام صحيح. سلام يعني، لأنه في تحديات كتير مشتركة زي ما حضرتك قلت، التحديات مشتركة وان شاء الله يجي وقت نتكلم فيها هذه. صحيح. التحديات لأن صحيح. مواجهتها لازم نواجهها كمجموعة، لأن المخاطر اللي بتواجه الإعلام العربي اللي بتواجه العقل العربي نتيجة الغزو الفضائي وغزو السوشيال ميديا اللي جاي من بره محتاجة وحدة الصف العربي، فلنتعاون في هذا المجال لأن ده هيفتح الطريق لمجالات أخرى نتعاون فيها. نعم شكرك فندم، شكرك، شكرا جزيلا. كاتب الصحفي الأستاذ كرم جبر رئيس مجلس الأعلى للإعلام. النهارده كان في تكريم لمجموعه كبيره، والحقيقه مجموعه عاشت في ظروف صعبه وادت واجبها في ظل الظروف الصعبه. خليني ارحب احد المكرمين من سياده الرئيس اليوم الاستاذ خليل حماد سليمان. مساء الخير يا فندم. استاذ خليل معانا؟ ان شاء الله يا فندم. ان شاء الله، اهلا بحضرتك فندم، اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. احساسك ايه بقى في الوضع النهارده وحضرتك بتتكرم على دور في غايه الاهميه كمواطن مصري اديته في ظل ظروف كانت صعبه جدا على الجميع؟ مش هقول لحضرتك عليك انتوا بس وانتوا موجودين في سيناء، اقول لحضرتك يا فندم ده شرف لينا انه نتكرم مع فخامه الرئيس النهارده. بس احب اوضح لحضرتك حاجه، انه اللي شاف بعينه وعاش الحدث غير عن اللي سمع طبعاً. عن تحرير سيناء وعن الارهاب طبعاً. الاسود اللي عشنا فيه. ايوه سيناء اتحررت بالدم والثمن كان غالي جدا. نعم احنا كنا موظفين بس بامانه لبسنا الخوذه ولبسنا الدرع ونزلنا مع قواتنا المسلحه. الله، قول لي كنت موظف فين وايه اصعب المواقف اللي مرت بيك؟ لانه يعني الله لا يعودها هذه الايام، لكن مهم ان احنا ما ننساش. أنا مهندس مدير شركة مدير هندسة كهرباء شارع العريش. أهلا بحضرتك يا باشمهندس. شركة توزيع كهرباء القناة. بنأمن مدن رفح والشيخ زويد من الكهرباء. فطبعا في ظل الظروف اللي كانت حاصلة كانت الجماعات التكفيرية بتقطع الكهرباء وتفجر الأبراج والأعمدة وتجيب لنا تحذيرات بالقتل والموت والحر. كانوا بيبعتوا لكم تحذيرات؟ كان يفجر الابراج الكهرباء ونروح الصبح نلاقي التحذير مع محطوط في البرج نفسه. التحذير ان انتوا لو فكرتوا ان انتوا يعني تصلحوه او تعملوا محطه كهرباء لو تصلحوها الدبح والسكينه موجود. يا ساتر. وعلى الرغم من كده ما سبناش، دخلنا مع قواتنا المسلحه وصلحنا والحمد لله، وكان عندنا اصرار وعزيمه زينا مع الجيش كلنا بامانه يعني من قياده القوات المسلحه ومع يعني بتعليمات السيد الرئيس، كنا بنخش ونصلح ويضربوها تاني ونرجع تاني. كان في اصرار ان ما انتبهاش. كنتش بتخاف يا فندم باشمهندس؟ ما كنتش بتخاف؟ كنتش بتبقى الان انا ممكن يحصل حاجه وانا في المكان ده وانا بصلح؟ اكيد يا فندم الشعور ده حصل، ولاني انا فقدت اعز ناس معايا. يعني انا النهارده في التكريم كنت عايز اقول للرئيس كلمه. كنت عايز اقول له ان احنا في الوقت ده اللي مزعلنا حاجه واحده، احنا كنا بنتكرم واحنا مبسوطين وسعداء.
أي. بس الحاجه الوحيده اللي مزعلاني ان كان في ضباط فقط وفي ضباط وفي موظفين معايا المفروض هم الاجدر بالتكريم مننا فقط وربنا اختارهم عنده ونحتسبهم عند الله شهداء. انا فقدت ناس كثيره موظفين معايا واصيبوا معايا بس بقول لك يعني ان شاء الله ربنا يعوضهم عوض خير. اللهم امين. اللهم امين يا رب. وربنا يحميك يا باشمهندس ودور في تاريخك الحقيقه على المستوى المهني والمستوى الانساني دور عظيم لازم نحيي حضرتك عليه ونشكرك. واكيد انا متفهمه احساس حضرتك وانت بتتكرم النهارده وبتفتكر زمايلك اللي فقدناهم نتيجه الارهاب. ربنا يا رب يجعلهم من الشهداء يا رب العالمين. بشكرك فندم باشمهندس خليل حماد احد المكرمين كان اليوم من الرئيس السيسي. دكتور تامر كمان دكتور تامر حمدي مدير مستشفى بير العبد. تخيلوا بقى المستشفى يعني انا طول الوقت بدعي انه احنا مرينا بحاجات صعبه جدا وظروف قاسيه جدا فترات كانت خوف وهلع بتمنى من ربنا انها ما تعودش وما نشوفهاش تاني. لكن في نفس الوقت ما ينفعش ننسى عشان نعرف قيمه اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. كانت دايما الاخبار بتيجي من مستشفى بير العبد النموذجيه في العريش كانت بتيجي الحقيقه بكل خوف وبكل زعل وبكل حزن على اللي كان بيحصل هناك. دور مهم قوي الحقيقه كان بيقدموه الناس اللي موجوده وتحديدا زي ما قلت لحضراتكم دكتور خالد. مساء الخير يا فندم. الخير يا فندم. اهلا بحضرتك. تحياتي لحضرتك. اهلا بحضرتك دكتور تامر. اهلا بيك فندم. انا يعني جت بالصدفه ان انا بقول التقديمه دي لانه اكيد النهارده وانت بتتكرم على دورك العظيم دكتور تامر افتكرت الايام الصعبه اللي كنت عايشها في فتره ما كنت مدير المستشفى. فعلا يا فندم والله هي كانت ايام صعبه ولكن احنا كان عندنا اصرار وعزيمه ان احنا طبعا جنود مصر وجنود الدوله جنود سياده الرئيس ولازم نقف مع بلدنا ولازم نقدم الخدمه على اكمل وجه ونقدم خدمه طبيه جيده وممتازه لاهالي محافظه شمال سيناء خصوصا في نطاق بير العبد والمحافظات المجاوره وطبعا كما تقول فاكر مواقف صعبه ولا بتحاول تنسى الايام الصعبه دي؟ لا والله يا فندم احنا كل المواقف في ذاكرتي ولكن كلها مواقف امنيه لكن كان في مواقف صعبه طبعا اكيد طبعا اكيد يا فندم اكيد اكيد والنهارده وانت بتتكرم ايه اللي جه في بالك على طول؟ اللي جه في بالي النهارده ان ده يعني وسام على صدري وان الطريق اللي كنت ماشي فيه هو الطريق الصح ويزيدني اصرار وعزيمه ان انا اكون عند حسن ظن كل المجتمع بيا والنجاح النجاح الحقيقي ان الانسان يعمل في صمت ولا يتحدث عن نفسه ولكن الله. يشعر مهما قدمت مهما قدمت من ويقدرون خدمه او اللي حصل لك من تهديد او اللي حصل لك لكن انت مؤمن بدورك وبرسالتك. والله يا فندم انا اثرت حب وطني على نفسي وحتى على اهل بيتي واشتغلت بما يرضي الله وتم يعني تهديدك بالقتل. والله يا فندم ولما كانوا بيكلموك اهلك من هنا يا دكتور تامر كنت وبيسالوك عامل ايه كنت بتطمنهم عشان ما تخوفهمش ولا كنت بتحكي لهم ايه اللي كان بيحصل؟ يا فندم انا طبعا يعني عاصرت العمليه العسكريه الشامله وعاصرت القاده العسكريين كلهم في محافظه شمال سيناء وتعلمت منهم الكثير جدا تعلمت منهم التفاني في العمل تعلمت منهم الصبر وتعلمت منهم ان الانسان لا يؤثر شيء الا حب الوطن والتفاني والشهاده للوطن. ايوه فيعني انا كان كل اللي جوايا وكل اللي في دماغي ان انا اخدم بلدي زي ما الجنود والضباط اللي بيشتغلوا وبيضحوا في سبيل الوطن وبيستشهدوا في سبيل الوطن احنا يعني لازم نبقى كده لان بلدنا مصر محتاجانا كلنا محتاجانا ان احنا نشتغل ونعمل للرؤيه اللي شافها سياده الرئيس لمصر وفعلا الرؤيه ديت جوانا من زمان وكان عندنا طموح ان البلد ان شاء الله بامر الله هتتقدم ان شاء الله بامر الله
رغم كل الخطر، رغم كل الخطر يا دكتور تامر اللي عشتوه، رغم كل الهلع اللي عشتوه، لكن كنت بتطمن اللي حواليك. طبعا يا فندم. طبعا يا فندم انا بطمن كله، حتى اهل بيتي كنت بتطمنهم، يعني عاصروا معايا القلق، ولكن انا كنت بطمنهم وما كنتش بقول لاي حد اي حاجه خالص، الحمد لله. ايوه، علشان برضو ما اخوفش الناس، حتى العيانين والاستاف اللي كان معاك كنت بتطمنهم. كنت بطمنهم وكنت بزيدهم اصرار على العمل والتفاني من اجل البلد. الله عليك. بلدنا بتولي قطاعات كتير في الدولة، بتولي مجهودات عظيمة للمواطنين. احنا برضو لازم نشتغل ولازم نولي هذا الاهتمام للمواطن في بير العبد وفي محافظة شمال سيناء. بشكرك دكتور تامر، وربنا يحميك يا رب ويحمي كل اللي زيك يا رب ويعدي على خير. النهاردة كان مهم جدا انه سيادة الرئيس يكرم عدد من ويكرم عدد من اللي قدموا أدوار، كانت أدوار فاعلة وكانت كل الناس شايفة اللي حواليها الدور اللي بيقدموا. النهاردة شهد الرئيس السيسي فعلية تفقد اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء بمحافظة إسماعيلية. خلال الافتتاح استعرض أصحاب الشركات الناجحة في سيناء والمشروعات اللي نفذوها. فيا ريت يبقى معايا حد قبل ما نختم يا جماعه. معانا مهندس محمد السميري، خليني ارحب بالمهندس محمد السميري رئيس احدى شركات المقاولات العامه. مساء الخير يا فندم. يا نور، ازيك يا فندم؟ اهلا بحضرتك، اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا بيك. اهلا بيك. اعتقد النهارده كان يوم مختلف بالنسبه لك. طبعا مختلف ليا وكل ابناء سينا طبعا. ايه اللي قدمتوه وايه اللي عملتوه كشركه مقاولات في المشاركه في تنميه سينا؟ احنا شاركنا في عدد كبير من المشروعات اللي كان بدأت الفترة من 2014 حتى الآن، في مشاريع البنية الأساسية من تجمعات سكنية أو مدارس. مدارس كمان. أو أسواق خدمية لمدينة العريش. أيوه. وما زلنا شغالين، لكن النهاردة كان يوم مختلف، إن دي يعني ده الإصرار على الإرادة اللي موجودة من الأول. أيوه. وان شاء الله الاصرار ده ان شاء الله احنا ده اللي بنتمناه انه هيبدا يتحقق، وهو بدا بالفعل، بس يعني الفتره الجايه هتشهد مراحل تطور اكثر في التنميه ان شاء الله. هتشوفي سينا زراعيه وصناعيه وسينا سياحيه، فعلا يعني تبقى مدينه عالميه ان شاء الله بإذن. يا رب. لو ده هدف من اهدافكم فده يبقى شيء عظيم. انت على فكره الهدف ده انتوا والمجهود اللي بتقدموه والشغل اللي بتقدموه كشركات مقاولات عامه ومشاركه في تنميه سينا، حضرتك خد بالك انتوا واكيد عارف ده، انت مش بتقدم ده لاهالي سينا بس او لسينا بس، انت بتقدم ده لكل المصريين ولكل مصر كلها. ايوه، يعني نستبشر خير بمشروعات قادمه ايضا في سينا. احنا مستبشرين خير، والاراده اللي موجوده دلوقتي من القياده السياسيه هي دلوقتي هي نقطه الانطلاق ان شاء الله. ان شاء الله. ومكملين في المشروعات اللي بداتوا فيها؟ مكملين طبعا، احنا بادئين من زمان، احنا ما فيش حاجه عطلتنا عن العمل في سينا الا الاحداث اللي كانت بتمر بيها سينا، واللي يعتبر ان شاء الله انتهت، واحنا دلوقتي يعني الحمد لله شغالين بضغط يعني ومكثف، والناس كلها يعني عندها استعداد تشارك في اي مشروع، كلنا عندنا استعداد. اول ما رحت علشان تشارك في التنميه باشمهندس محمد، لغايه النهارده وانت بتشوف سينا بمراحل التطور اللي حصلت فيها، شايف الرحله عامله ازاي؟ مجهود كبير. شايف الرحله اخذت مجهود كبير فعلا، بس لسه قدامنا طريق طويل طويل طويل. هاي عشان نوصل في سينا للمكان اللي هي تستحقها. هاي بشكرك باشمهندس محمد السميري، بشكرك شكرا جزيلا، وبشكر حضراتكم واشوفكم بكره على خير. مع تحياتي عزه مصطفى، والى اللقاء.